انتم ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم عندنا تغطيه في محل ابتكارات الصين. يلا نبلش، يلا تعالوا معنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ جولتنا. طبعا أنا عندي هنا فازات، شايفين؟ مرة جميل. أسعار هذا اللون الثاني، شوفي هذه مرة جميلة، هي 39 ريال، مرة جميلة. مرة جميل، أنا عشقي للديكورات والتحف. شوف هذه مرة جميلة، هذه مرة حبيت هذه. شوفي هذه برضه، شوف اللون هذا مرة روعة كمان. شوفيه مرة هذا أنيق. هذا الشفاف مرة روعة برضه. شايفين هذا مرة جميل برضه. شوفي هذا، هذا ب7 ريال. وهذا على 45 ريال، مرة جميل. شوفي هذا مرة روعة برضه. شوفي هذا روعة، هذا اللون مرة جميل. نيجي لهنا، هذه الشموع مرة جميلة برضه، حلوة. هذه حبيتها مرة. هذه روعة، مرة جميلة، هذه مرة رائعة. روعة هذه، حبيت هذولا مرة روعة.
وهذا مرة جميل، شايفين؟ شوفي هذا برضو مرة جميل، مرة رائع، حبيت مرة جميل. هذه تحطي فيها شوكليت، بسكوت، اشي مكسرات، مرة جميل. شايفين مرة روعة. كم سعرها؟ 50 ريال. مرة جميلة. شايفين؟ شوف هذا، هذا اللون مرة حلو والله. شوف هذا، نفس اللي فوق، مرة جميلة. هذا حبيت هذا النمر، في أبيض منه وفي أسود، مرة جميل. طبعا أنا أعشق التحف مرة. شوفي هذا مرة حلو، وهذا حبيت هذا. هذه في منها أبيض وفي منها أسود، مرة جميل. ناظر على هذه برضو، مرة روعة، حبيت. حبيت هذا برضو، مرة جميل. أشياء بتجنن عندهم صراحة، يعجبني أنا أعشق التحف بصراحة. شوفي هذا أبيض، مرة حلو. هذا حبيت هذا، لا هذا مرة جميل. شايفة مرة حلو. شوفي هذا مرة روعة. هذي عبارة عن ايش؟ زي فازة كذا، شايفين؟ مرة عجبتني. شايفين؟ شوفي هذا كمان، مرة روعة برضه. شوفي اللام الكموني، مرة جميل. أعشق الإشي المختلف بصراحة، ما شاء الله اكسسواراتهم يتجنن بصراحة، مرة روعة. هذه حبيتها، هذه مرة حلوة، وهذه روعة مرة. شوفي سعرها كام؟ 93 ريال. مرة حبيتها. شايفين؟ روعة. شوفي ألوانها مرة يجنن، جميلة. شايفين مرة روعة، حبيت بصراحة. شوف هذا، بصراحة أنا أعشق التحف مرة، أحب إكسسوارات البيت بصراحة، هي بتحلي منظر البيت مرة رائع. شايفين معايا؟ شوف هذا على 40 ريال، مرة جميل. وهذه مرة التشكيلة حلوة، مرة يجنن. شوفي هذا، شوفي هذا برضو مرة روعة. هي عبارة عن ايش؟ زي برطمانات.
نفس البرطمانات كده، مرة روعة. لا شاي سكر اشي، ما شاء الله مرة جميل. وهذا حبيت اللون هذا، اللون هذا مرة جميل برضه، روعة. الذهبي مرة منه جميل، هذا مرة روعة، 57 حلو. شوفي هذا برضه، ترى عندهم أشياء تجنن تجنن تجنن. أنا أعشق ابتكارات الصين بصراحة. شوفوا عندك هنا، هنا شايفين هذا على كام؟ على 62 ريال، بس مرة جميل هذا. إيش رأيك في هذا؟ مرة جميل، عجبني. فازة ب 79 ريال، بس مرة تجنن هذا. 23 ريال. مرة عجبني بصراحة. ايش رايكم فيه؟ هذه الفازات الكبيرة مرة. مرة رهيب هذا كمان. روعة. عندك هذا. هذا يجنن يجنن. كم سعره هذا؟ 71. شوفوا هذا حبيته حبيت، مرة جميل، 63 ريال بس روعة روعة روعة، مرة شكله يجنن. حبيت الكورة مرة، شكلها مرة عجبني. شوف هذا برضو الفوزات مرة جميلة، اللي تعشق في الحصان أحصنة مرة جميلة عندهم، الأحصنة مرة جميلة عندهم. وهذا هذا على 70 ريال. هذا على كام هذا؟ هذا 103 هذا سعره، هذا هذا 103 هذا، مرة جميل. هذه ب52. شايفين أحصنة مرة جميلة عندهم. ثمانية وتسعين. شايفين هذه كلها أحصنة عندهم مرة جميلة. شوف هنا مرة جميل. وهذا أنا شايف الحصان 98، بس يجنن. شوفي هذا النمر برضو. شوفي هذا حبيت، هذا الذهبي مذهب. تعالي نشوف سعره كام. سعره 44 ريال. والله جميل، مرة جميل صراحة. شايفين؟ شوفي هذا الحصان مرة جميل، مرة روعة هذا. خليني أشوفه بكام سعره. ب54، بس يجنن يجنن. شوفي هذا 28. شايفين؟ شوفي الأحصنة هذه مرة جميلة، وهذا اللي تحت مرة جميل. شوف الفازات اللي هنا مرة حلوة بصراحة. شوفي هذا مرة جميل، هذا في الصالة، في الصالة مرة جميل برضو، مرة روعة. شايفين أشياء تجنن بصراحة. شوفي هذا برضه شكله مرة روعة. شايفة؟ شوف 23. شايفة ما أحلاه، مرة جميل.
صيفية مرة تجنن بصراحة. شوفي هذا هنا شوفي هذا قبل الغزال برضو مرة روعة حلو. طب هذا على كم سعره؟ هذا 50 ريال. والله حلو مرة جميل. شايفين 50 ريال. شوفي هذا برضو هذا لونه مرة جميل. وهذا على 20 ريال حلو. شوفي هذا شوفي هذا برضه كمان أشياء بصراحة بتجنن بصراحة. أنت تقعدي هنا تنهبلي على الأصل. لو أسعار مرة جميلة ترى، يعني مو غالية كثير، 34 43. شايفين مرة جميل. شوفي هذا على 5 ريال. شايفين شوفي هذا كمان مرة جميل، هذا على 23. شوفي هذا الطويل، هذا الطويل. شوفي هذا للصغار، شوفي هذا شفاف مرة جميل، هذا الشفاف. شايفين وهذا الأسود مرة جميل. شايفين هذا مرة روعة. شوفي هذا برطمانات قزاز مرة حلو، برطمانات كلها. شوفي هذا للشموع مرة جميل. شايفين أشكاله تجنن. هنا الأناناساية مرة حلوة. ما شاء الله تحفظ مرة جميل بصراحة. شوفي هذا شوفي هذا الكتاز مرة حلو. شايفين هذا على كم قزاز؟ على 19 ريال. شايفين احلى جنة، لا مكسرات لا حلو، بس مو قزاز، لا مو قزاز، لا شوكليت، بسكوت. هذه حبيتها مرة، هذه مرة جميلة. عندي هذا طقم عصير مرة عجبني. شايفين ما أحلى جنة. شوف الصحون، شوف حق الكيك مرة جميل هذا. شايفه كيف ما أحلى جنة. هنا هذه للمكسرات حلو، وهذه بهارات، وهذه حق الكافي معاها يا بحطوا حلا جنبها بسكوت اشي مرة جميل. هذه كاسات صحون، هذا برات شاي، وهذا للشاي مرة جميل. شايفين شايفة هذا الشاي، شايفة تصفية الشاي مرة جميلة.
شايفين هذا؟ الله مرة جميل هذا، حلو بتلزقي هنا عليها شوغر تي للشاي للكافي، مرة جميل، حلو مرة. خلاص كي أبغى في عندي هذا طقم شاي برضو. هذا كاس. الشاي برضو هذا. طبعا مين اللي بيعشق المقات شرب الشاي برضو مرة جميل عندهم. تعال شوفوا هنا القسم اللي هنا، شايفين برادات شاي مرة جميلة. في عندك مطحن وفي عندك فضي، شايفة هذا الفضي وهذا المذهب وهذا الذهب والفضي. طبعا هذا أشياء رمضان، هذا على كام؟ هذا على 46 ريال بس، مرة جميل. هذا كله لرمضان. هذا البرادات الشاي، هذه تنكة القهوة برضو. طبعا هنا المقات، كل هذا قسم المقات، شايفين ألوان المقات. هذه حقة القهوة التركي، هذه كلها مقات والقهوة التركي والشاي فناجينها، شايفين هذه القهوة. شفت المقات اللي فوق؟ هذه مرة جميلة برضو، حلوة. هذه مقات نسكافيه شاي، شايفين هذه القهوة مرة جميلة حلوة. هذه شايفين هذه مرة روعة. هذه كلها قسم المقات، شايفين هنا كلها مقات. هذه قسم المقات كلها سعرها، شايفين هذا على 5 ريال. شوف الكافية مرة عجبتني، هذه مرة جميلة. شوفي كم سعرها، 5 ريال، شايفين؟ للكافي قهوة العربية مرة جميلة. هذي شوفي لك كل الكافيهات، يجنن شايفة، مرة يجنن، عجبني مرة. شوفي هذا كمان مرة حلو. طبعا هنا قسم الصحون، شوفوا ايش رايكم في هذا، هذا مرة حلو مرة جميل. شوف الكرز هذا حلو، يعني يجي هذا الكرز مثلا مع هذا مثلا، شايفة مرة حلو. وهذا هذا طبعا المقات كلها هنا، هذه كلها مقات. نشوف الصحون هذه،
ترى انت ممكن تلبقي صحن، انت اللي تختاري تحطي صحن وتلبقي صحون عليها. حبيت هذا الصحن، انت عمري، مرة جميل، شايفينه مرة روعة، حلو، شايفين هذا كمان صحون، شايفين مرة رائع. شوف الصحن هذا عجبني مرة، وشوفي هذا حلو مرة. شوف اللي هنا فوق برضه مرة جميل، حبيت هذه. شوفي هذا الصحن ب5 ريال، مرة جميل. شوفي هذا للمخللات والأجبان، الزعتر، زيت، مرة عجبني هذا، عجبني مرة للصفرة، هذا مرة جميل. شوفي منه في صحن صغيرة، شايفة؟ شايفة؟ شايفين؟ مرة جميل. وهذا برضه عجبني حلو، شوفي اللون هذا خرافي، اللون هذا مرة روعة. تعال نشوف هنا عاد، شوف هذه برضه في تحف هنا فوق، مرة جميلة برضه، شايفين؟ شايفين هذه التحفة؟ مرة عجبتني، شايفين؟ مرة حلوة. شوفي هذا حق رمضان برضو، شايفين؟ كم سعره؟ 31 ريال، مرة جميل، شايفين؟ هذه حبيت هذا. شوفي هذا مرة جميل، مرة روعة. وهذه شوفي الألوان هذه حلوة، شوفي التحف اللي فوق ألوانها مرة جميلة. وهذا حلو لنا، شوفي هذا، هذا للشموع مرة جميلة. كان جدي جابني، شوف اللون هذا مرة جميل. شايفين هذه مرة عجبتني، شايفين؟ مرة روعة. كم سعرها؟ 24 ريال. شوف عداد هنا، هذه تحف برضه مرة عجبتني. شوفي هنا ب50، حبيت هذا، شايفين؟ هذه اكس او، مرة جميلة اللعبة هذا، تتذكروها؟ مرة حبيتها، شايفين؟ كم سعرها؟ 86، مرة جميلة،
هذه ساعة سهرة الواحد يلعب فيها. شوفي هذه برضو مرة عجبتني. شوفي هنا هذه برضو أرقام برضو فيها. هذه شوفي هذه سعرها كم؟ 51. شوفي هذه حبيت هذا الشكل مرة. شوفوا هذه برضه مرة جميلة حلوة. كم سعرها؟ 24 ريال. مرة جميلة والله. شوفي الأصابع هذه 24 ريال. شايفين مرة جميلة. وهذه شوفي الحزين. هذا على كام الجلسة؟ هذه 39 ريال. مرة جميلة عجبتني. شايفين ما أحلى الجنين. هذا طبعا الصواني. شايفين هذه كلها هذه بتتعلق في الحيطة. مرة جميلة. شوفي هذيك هذه الشمعدانات اللي فوق. هذا الصقر مرة جميل برضه. هذا حبيت هذا. هذا سعره كام؟ شوفوا مش محطوط عليه سعر بس مرة جميل عجبني. طبعا هذه الاكبر من اكس او. مره جميله مره حبيت هذه. كم سعرها؟ 93. بس مره روعه. شايفين ما احلاها تجنن. هذه مره احب الصحون زي كذا مره حلوه. هذه على كم؟ 28 ريال. شوفي هذا مرة جميل. وهذا ب64 مرة روعة. شوفي هذا اللون الأزرق. طبعا قسم التحف مرة كبير بصراحة. هتشوفوا معي أشياء بتجنن. شايفين شوفي رأس الحصان هذا على كام؟ هذا 34. هذا 63. شايفين كيف؟ هذه الماكينة مرة عجبتني. خلينا نشوف سعرها كم. 40 ريال. بس مرة روعة حلو. شايفين كيف؟ شوف الصحون هذه الوردة مرة جميلة. شوف الصحون هذه كمان حبيت. شايفين على 54 ريال. 45 سوري 45. نيجي هنا شايفين هذا حلو مرة جميل. هذا 48. شايفين العصفور الصغير يا ناس؟ هذا ب11 ريال.
مرة عجبني. شايفينه؟ هذه التحف الكبيرة طبعا. شايفين؟ رواسة. هذا لونه يجنن. شايفين؟ مرة يجنن لونه. طبعا هذه كتب للقهوة. حلوة مرة، جميلة. في الصالة، على طاولة الصالة. مرة جميلة. شايفين؟ على 5 ريال. اكتر. هذه الريشة برضو عجبتني، حلو. طبعا كل سنة وانتم طيبين العيد. هذا الخرفان. شايفين؟ في قسم ثاني ان شاء الله اوريكم اياه للعيد الكبير. هذه كلها تحف. نيجي للصواني. هذه صواني، ايش رايكم فيها؟ مره جميله. وهذه صحون. وهذه صواني. شايفين؟ وهذه كلها تحف. هذه كلها تحف. شايفين؟ هذه طبعا للزرعات، زي تيجي ركنة للزرع. هذه حبيتها. شايفين؟ وهذه حلوة برضه للزرع. هذه كلها للزرع. طبعا هذه الشمعدانات. هذه الفوانيس. هذه التحف. شوف التحف هذه. هذا الحصان. شايفين؟ هذه فوانيس، وهذه التعليقات المرايات، وهذا تحف. أنا شايفين؟ شايفين؟ شايفين هذه تحفة. إيش رأيك في لونها؟ مرة جميلة صح؟ هذه شوفوا، هذه عجبتني. هذه مرة روعة، زي الجيتار. مرة جميل. طبعا الخرفان هصورك اياه من الناحية الثانية. شايفين؟ هذا طبعا للسفرة، لبدات للسفرة. هذه كلها تحف. شايفين؟ عجبكم هذا اللي جالس؟ وهذه الريشة البيضة. شوفوا هذه برضو مرة جميلة. نيجي لقسم الخرفان. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. شايفين الخرفان وأكبرها ويجنن. كم سعره؟ 27 ريال. هذا شوفي ما أكبره، هذا 27 ريال. شوفي هذا الصحن مرة يجنن، 27 ريال.
هذا 27 شايفين ما احلى يجنن، شايفين الصحون ما احلاها تجنن. حلوه للعيد مره تجنن. هذه على 31 ريال ها شايفين مره جميل. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. شايفين 31 ريال هذا، شايفين هذا مره جميل، هذا ب 22 ريال. شوفي هذا كمان، هذا روعة. شوفي شوف الصحن مرة جميل، كم سعره؟ ب40 ريال. شايفين ما أحلى يجنن صح. شوف الخروف هذا، شوف الخروف هذا، الخروف الكبير يجنن مرة جميل. وهذا الخروف الوسط، شوفي هذا الوسط، هذا الكبير، هوريك الكبير مرة. شوفي شوفي كبير كيف، هذا الكبير مرة. كم سعره؟ 122. بس ايش رايكم فيه؟ مرة حلو. هذا طبعا نفس اللي عندي في البيت، هذا 19 ريال، هذا 19. ايش رايكم في الخروف الكبير؟ مره جميل صح. هذا قسم الخرفان للعيد، شايفين مره جميل. عندك هذول مقات برضو، طبعا هذول المناديل حق السفرة. شوفي ألوانها، هذا عجبني حلو. شوفي المذهب مرة جميل، هذا اللون الفسفوري، ألوان وفي مفارش. شوفي هذا كمان، طبعا هذا مفارش، هذا مفارش. شوف الجلسات هذه مرة حبيتها، مرة تحفة. شايفة مرة عجبتني. شوف الخرفان، شايفة شوف الخروف كيف مرة جميل. شايفة ايش رأيكم بالله؟ ديكور ما احلى، مره يجنن. شايفين شوف هذه التحفه، هذيك 103 بس مره جميله، هذه ب 103. ايش رايكم فيها؟ طبعا هذه شوفي كيف، هذه التعليقات. طبعا هاي الخرفان، شوفي البط يا ناس، على البط حلو مرة جميل. حبيت. شوفي هذا، طبعا كل الخرفان هنا تحت، هذا الخرفان. شوفي هذا الحزين الزعلان، الخرفان كلها تحت. شايفين هذه كلها الخرفان تحت، حبيت هذه برضو. شوفي هذه برضو مرة جميلة، هاي تعالي نشوف العرض ايش رايكم. شوفي خلينا نشوف سعرها، هذه كام؟ هذه ب24 ريال. هذه أبو القرن، هذا ب24 ريال. ايش رايك فيه؟ حلو. هذا على كام سعره؟
27 والله حلو رخيص. شوفي كبير ما احلى يجنن. شوفي هذا مرة روعة عجبني. شوفي شوفي كيف. شايفين كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. هذا شوف هذا سعره كام؟ 39. ايش رايكم فيه؟ هذا مرة جميل. شوفي هذا، شايفين مرة جميل للعيد. شايفين هذا هذا كله للخرفان. نيجي للقسم الثاني. أنا معاكم خطوة بخطوة، مرة جميلة بصراحة. نبدأ من هنا. إيش رأيكم؟ هذا على كام؟ 103. هذا طقم شربة. طبعاً هذا الورد. شايفين هذه الصواني هي 17. احنا ندخل قسم الصحون. شوفي هذا مرة يجنن. شايفه مرة روعة. شوفي هذا لونه يجنن، هذا الصغير مرة حلو. شوفي هذا، هندخل إن شاء الله القسم اللي هناك وأوريكم فيه أشياء جميلة. شوف هذا المفارش، هذا الصحون. ايش رايكم؟ ثمانية وسبعين. شوفي هنا مرة حافظة حلوة بس تجنن. شوفي هذا حبيت هذا 133. 38. 138. بس مرة جميل. تحطي بيتزا كيك مكشوف ولا اشي تغطيه بهذا، مرة جميل. شايفين شوفي هذا مرة جميل لتقديم اشياء. كم سعره؟ 129 بس يجنن. شوف اللي تحت، اللي تحت 86 بس مرة جميل. شوف الصواني هنا، هذا الصواني شوفي هنا هذه تعليقات، هذه للشاي تعليقات، وهذه للشاي تعليقات. طبعا هذه للكيك. شوفي هذا الزرع، هذه فاكهة. هذا القسم اللي هنا شوف عجبتني هذه. مرة عجبتني.
شوفي هذه مرة جميلة روعة. نروح القسم اللي هناك. نبدأ من هنا. أنا معاكم خطوة بخطوة. أنا نبدأ هنا. شوف هذه ماكينة قهوة، هذه برضو شايفين كم سعرها. أربعمية سبعة وعشرين. بس حلو. هذه البانكيك، ايش رايكم فيهم؟ اعشق البانكيك انا. كم سعرهم؟ 83 ريال. طبعا اللي بحب الوافل، عشق الوافل. هذا التوستر، شايف هذا للوافل، شايفين هذا للوافل. هذه حلوة مرة للعزايم، شايفين. طبعا اللي بيعشق السفرة، هذه كلها للسفرة، شايفين هذه مرة جميلة، شايفين ما أحلاها. كم سعرها؟ 5 ريال. شايفين ما أحلاها، جنن. وهذه برضو للسفرة. عندك هذه ألوان، هذه للسفرة، في منها برتقالي، في منها، هذه كلها للسفرة. شوفي هذه كمان، واللي تحت كمان هنا، شايفين هذه مرة جميلة برضو. شايفين كده واضحة، شايفين ما أحلاها. ألوان ترى فيها، في هنا هذا مرة جميل، شايفين هذا على 5 ريال. هذه كلها لبدات السفرة، شايفين كل اشي موجود هنا بصراحة مرة جميل. شوفونا هذا برضو، شوف اللون هذا التركواز مرة حلو. في منها روز، هذه كلها مفرش السفرة. في عندي اللون هذا، اللون هذا مرة جميل. في عندك هذا، شوف كيف مربع، شايفة كيف شكله. هذا شايفين اللي تحب الألوان، أشياء هذه شوفي ما أحلاها، تجنن. هذه مرة جميلة، شايفين شكلها كيف، تجنن. شوف الفضي منها، يا روعة روعة الفضي. شايفين الفضي، إيش رأيكم في الفضي؟ مرة جميل. شايفين في منها ذهبي برضو، في منها ذهبي، شايفين هذا الذهبي منها. شوفي هذا واحد ثاني. طبعا هذا قسم الخشبيات، شايفين هذا الصحن الخشبي. شوفي سعره كم، 9 ريال. شايفين هذا كل خشبيات. شوفي حبيت هذا مرة جميل، شايفين العصاية مرة جميل. شوفي سعره كام،
ب11 ريال. ايش رايك فيه؟ والله جميل. وهنا هذا كله خشبيات. شوفي هذا مره جميل، هذا كله قسم الخشبيات. شايفين هذا سعره كم؟ 33 ريال. شوف هذا حبيت، هذه مرة جميلة. شايفة هي ثقيلة شوية لكن مرة جميلة. كم سعرها هذه؟ شو مكتوب ليش عليها؟ طب نشوف هذه قريب وشو مكتوب عليها سعرها. بس مرة جميلة. شوفي هنا هذه كلها خشبيات. شايفين اللي تحب تحط أشياء فيها تعمل إفطار. شايفين هذه؟ شايفين هذه ب11 ريال. شوفوا أحلى، هتجنن. شايفين هذه سلل. إيش رأيك السلة؟ مرة جميلة. شايفين شوف هذا، ايش رايك فيه؟ مره جميله. شايفين هذا قسم السندات، مره جميله للشاي للقهوه. شايفين كيف؟ شايفين هذه؟ شايفين كيف احنا؟ شايفين؟ وهذه السندات تبع العصير تبع الكوبايات. شايفين مقات كوبايات؟ وهنا هنا البواخر مبخرة. شايفين كيف؟ وهذه سندات للكاسات برضو. شايفين هذه حق الصحون، استندات حق الصحون، لما ترتبي المطبخ وتحطي الستندات وتحطي الصحون، مرة جميلة. شايفين هذه للشموع، تحطي شمعة هنا. حلو. شوف القسم هذا اللي هنا، شفت الصحون لكيك، ترصي كيك، معجنات، أشياء زي كذا. نشوف هذه، شايفين مرة جميلة، شوكليت تحطيها، شوكليت. شوفي هذه مرة تجنن، هذه للقهوة التركي. شايفة هنا مرة جميلة، عجبتني. شايفين هذه إيش هذه؟ برضو تحطي تمر، مرة جميل. هذه للتمر، لحلى صغير، مرة جميل. شايفين هذه في الضياد طبعا كلها. شوفي هذا برضو تحف، مرة جميلة. هذه نفس علب تحطوا فيها اللي تبغين. شوفي هذا الطقم، شوف عجبوني الصحون هذه. مرة عجبتني الصحون هذه، لحلى صغير، اشي صغير. شايفين كيف؟ شايفين وهذه السنادة حقتها مرة جميلة. شايفين نوري لكم اياها زين. شايفة مرة جميلة. هذا صحن صغيرة برضو، لحلى صغير. هذا الشموع، هذه شمعة دنات.
هذا التحف. هذه مباخر برضو. شايفين هذا تعجبني الأشياء اللي زي كذا. هذه برضو شمع دنات. شايفين هذه الشموع، لعشاق الشموع يجي هنا بصراحة أشياء ويتجنن. شايفين مرة جميل، إيش رأيكم؟ مرة روحة. في على شكل قلب وفي على شكل دائرة. شايفين هذه الخماسة حلوة. شايفين كم أسعاره؟ 11 ريال. شايفين هذه وشو؟ هذه برضو اللي هي تحطي عليها الشاي وتحطي شمعة وتغلي الشاي عليها، مرة جميل. هذه صحون برضو. هذه شوفي هذه ما أحلاها، مباخر، كل هذه مباخر مرة جميلة. هذه صحون، شوفي المبخرة هذه مرة جميلة. هذه هنا مباخر. هنا برضو عمل المعالق والشوك. شايفين احلاها؟ شايفين ايش رايكم فيها؟ تجنن. 11 ريال. وهذه شايفين، شوفي هذه 60 ريال. صحون. هنا شوفي هذه سكريات، أشياء زي كذا مرة جميلة. 19 ريال. هذه كلها سكريات. شوفي السكريات هذه تجنن، على شكل بطة مرة جميلة. هذه فضة منها، شايفين فضة منها، وهذا المذهب. نجي هنا، شايفين هذه صواني، شايفين الصواني أحلاها. لتقديم شايفين 46 ريال. شايفين تحطي كذا تقديم، تقديم فطاير، كيك. هذه الصواني برضو، شوفي الصواني. هذه شايفين، هذه شايفين، هذه شايفين هذه الصحون برضو مرة جميلة. سعرها حلو والله، ما هو غالي. هذي 20 ريال. شوف الصينية هذه ممتاز. شوف هذي اللي بقولك عليها، شوفي أحلاها كيف التقديم، مرة جميلة. شوفي شوفي كيف شكلها للتقديم، كم سعرها؟ 53. مرة جميلة لما يجي لك ضيف ولا حاجة. هذي صواني. طيب نيجي للصحون. هذه شوف الصحون هذه مرة جميلة. شايفين 32 مرة جميل. شوفي هذا، ايش رايك في هذه مرة جميلة؟ في السلطات مرة جميلة. شوف الصحون هذه، هذه مرة جميلة. شوف اللون هذا، مرة اللون هذا جميل.
لكم هذه. حلو لونها، هذا شفاف ترى. شوفي كيف، شوفي هذه مرة ألوانها حلوة. شوفي هذا صغير، وهذا سفن شوفي أحلاها تجنن. شوفوا هنا، شوفوا هذا، ايش رايكم في هذا الصحن؟ مره جميل. قدم السفره دائما بنختار اشياء حلوه. شوفي هذا كمان مره جميل، كم سعره؟ 71. شوفي هذا كمان، شوفي هذا، حبيت هذا مرة جميل. كم سعره؟ 47، بس مرة يجنن. شوفي هذا المذهب مرة جميل. هنا شايفين هذه، هذه وشو هذه؟ هذه ملاحات، تخيلوا ملاحة نحط فيها الملح والفلفل الأسمر، مرة جميل. وهذه شوفي هذا للمويه للعصير، مرة جميل. طبعا أسعاره هذه 78. شايفين شوفي هذا، عليها الورد المذهب الروز. هذا شو هذا؟ حلو والله، هذا التمر لأشياء علب مرة جميلة. نجيب قسم مع هذا طبعا عشقي، هذا الإيش؟ دلات القهوة، بس شوفي كيف مأصغرها. شوفي هذا طبعا عشق ساعة الظهرية كده، ما في أولاد تصلحي لك قهوة، مرة جميل بصراحة. في منه مذهب وفي منه فضي. شوفي هذا كمان، هذه حلوة تحط فيها تمر، وهنا فيها نخلة، مرة جميل حلو. شوف الصحون هذه مرة جميلة برضو، قاعدة لها قاعدة 129، في منه أبيض وفي منه أسود. شوفي هذا برضو، هذا عجبتني، شايفة على شكل من فوق نخلة، وصغير ترى يعني مو كبير. شايفين تونه حلو. نيجي لهنا، شايفين هذا اللي بقولك عليه مرة جميل، عجبني بالتقديم، حلو مرة، 64 ريال. شوف الجلسة الجميلة هذه، حركات طاولة الكافي، شوفوا طاولة الكافي مرة جميلة، وهنا الطاولة الكراسي. شايف الديكور؟ شوفي هذه برضو مرة جميلة،
هنا شوفين الزرعات، هذا كله للزرعات. شوف الجلسة هذه كمان مرة عجبتني برضو. نيجي للقسم اللي هنا، طبعا كلها هذه كوبايات قهوة تركي عربي ربي، شايفين مرة جميل مع الصواني حقتها. هذا القسم كلها قهوة، شايفين ما أحلى، جنن. شايفين هذه القواعد اللي وريتكم إياها، القواعد شايفين بيحطوا كيف فيها. شوفي هذا القاعدة برضو كمان، هذه قاعدة وهذه قاعدة، إيش رأيكم فيها؟ شفتي هذا للصحون، القواعد للصحون، إيش رأيكم فيها؟ مرة جميلة. شوف الصحن تجنن، وبخمسة ريال. شايفين؟ شايفين القهوة، برادات القهوة. شوفي هذه القاعدة وهذه قواعد، شايفين ما أحلى. وهذه كافي، دلة الشاي مع وصفة كوبايات الشاي، شايفين كوبايات الشاي. هذه كلها صواني، هذه دلات القهوة. الحين نروح قسم دلات القهوة، هذه كلها صواني دلات. شوفي هذه الدلة، شوفي هنا كاسات، كاسات قهوة كلها قهوة عربي. طبعا اللي تعشق القهوة العربي مثلي تاخذ من عندهم، مرة جميلة. شايفين في عندك أشكال والوان، شايفة هذا الشكل، هذا شكل، هذا شكل، هذا شكل برضو. شوفي هذا مرة جميل مذهب، هذا شفتوا، هذا هذا للشاي طبعا، وهذا أطقم الشاي، هذه أطقم القهوة التركي. شوفي أنا بعشق الأشياء اللي زي كده، شوفي عندهم جنن. شايفين هذا شكل، هذا للكافي شاي قهوة، شايفين أحلى لونه، مرة جميل. شايفين لونه، هذا للشاي برضو شاي، شايفين كيف ما أحلى. نطلع الصحن، شوفوا شايفين ما أحلى في التقديم برضو، يجنن صح، مرة جميل. طيب شوفي هذا الأسود، هذا أسود، هذا طقم هنا، شايفين شوفي هذا مرة جميل، حركات عنده أشكال بتجنن بصراحة. شايفين مرة جميل، نيجي للبرادات. يلا هذه الترامس القهوة والشاي، اللي بتحب الخشبيات. شايفين كم سعر؟ 48. شوفي هذا، هذا حلو مرة، 48. هذه كلها ترامس، هذه كمان ترامس قهوة. شوفي هذا يجنن، شوفي الأسود لما تجيبي صينية بيضة وتحطي عليه الترمس الأسود، مرة جميل حلو. هذه حبيت هذه أنا، شايفين مرة جميل، 82 بس مرة روعة، لا 92 يا ربي آسف. شوفي هذا برضه اللون، هذا مرة جميل. شوفي اللي تحب الخشبيات، هذا اللون الأسود، جيبي صينية أبيض حطي عليه الأسود،
هذه جيبي لون اسود برضو مره جميله. شوفي هذا شوف الترمس هذا برضو مرة جميل. في أشياء بتجنن صراحة عندهم. هذه برضو بلات القهوة. طبعا اللي بتحب الألوان في عندك هذا كمون مرة جميل، وهذا الفسفوري، وهذا الموف. هذا طبعا الذهبيات والفضيات. شايفين؟ شوفي الأبيض هذا مرة جميل برضه، مرة جميل. شوفي هذا كمان اللي تحب الأشياء اللي زي كده برضه حلوة. أسود في عندك، في عندك بيج، في عندك رمادي. طبعا الأسود ملك الألوان. وعندك الأبيض، أنا يعجبني الأبيض والأسود مرة جميل. شايفين؟ شوفي هذا برضو اللون، هذه الألوان، هذا اللون الأخضر. شوفي هذا كمان شوفي هذا حلو، على 71 ريال. هذه برضو الترامس اللي هنا. شوفي هذا لون. شوف الأشكال هذا كلها ترامس القهوة. نجد الشاي، شوفوا هذا بردات الشاي، هذا سعرها الصغير 33. شفتم أحلى لونه يجنن. تجيبي مفرش لونه الأحمر في أبيض، هذا نفس اللون هذا، تجيبي منه هذا. وفي كاسات، وفي عندك هنشوف الصحون صواني. شوف اللون هذا برضه مرة جميل، شوف الأحمر. هذا على كم؟ 46 ريال براد الشاي، وهذا ب 44. شوفي الأبيض والأسود طبعا ملك الألوان. شوفي ما أحلى، يجنن جميل. هذا على 40 ريال، شايفين؟ هذا 40 ريال، الكبير ب 42، ايش رايكم فيه؟ مره جميل. شوفي هذا، انت بتطقمي عاد اللي تبغيه. وهذا الاصفر، شوفي الاخضر هذا منه، هذا الاخضر منه. شوفي اللون هذا برضه مره جميل. شوفي هذا القزم اللي هنا، حبيت هذه البريق. شايف البريق صغير مرة، هذه تعايري فيها فيها. شوفي هذا الصحن وب 11 ريال مرة جميل. هذه ساعة الفطور، بصراحة أنا بعجبني هذا للفطور، تفطري تحطي زعتر زيت. شوفي هذا يجنن. شوفي هذا سعره ب 36، هذه ب 36،
هذه على 28، هذه على 28. شوفي ما احلى، يجنن. شوفي الفضيات، شايفين هذا؟ هذا حلو برضو على 37 ريال، مرة جميل. شايفين هذا؟ شوف اللي هنا، شايفين؟ شوفين قسم الخشبيات، أنا ما شفته هذا. هاي شوف الخشب مرة جميل، للسلطة، لفتوش، تبولة. 64 ريال. شوفي هذا برضو مرة جميل، 37. شايفين هذا كلها خشبيات. هذه ايش؟ جهاز تغليف، هذه تغليف تغلفي. سكين سفرة، هذه السفرة للسفرة. هذه ماكينة القهوة، النسكافيه، رغوة النسكافيه. شايفين؟ طيب نشوف هذا، هذا ما شفته أنا. شوفي هذا، إيش رأيك في هذا؟ بالله حركات مرة جميل. شوفي بكم سعره؟ 35، بس إيش رأيك فيه؟ مرة جميل. شوفي هذا الكيك، صواني الكيك، أشياء الكيك هنا. هذا مصفات شاي، مصافي شاي كله. هذه طبعا الملاقط الصغيرة، هذه مبشرة توم. شايفين ما أحلى؟ هذه لصة لكيك. شايفين الكيك الصغير؟ شايفين ما أحلى؟ جميل. شوفي هذه مرة حلوة، مرة صحون، هذه مرة جميلة. شايفين هذه الشمعدانات؟ حطوني في الشمعدانات أنا بس، مرة جميل. هذه في 28 ريال. شايفين هذا منه ذهبي وهذا منه فضي. شوفي هذا مرة تجنن، هذه روعة، هذه حبيتها مرة. شايفين هذه كم سعرها؟ 5 ريال. شايفين؟ هذه شوفي الشموع، 5 ريال على شكل نجم. وهذه شايفين احلاها؟ شوفوا هنا القسم هذا، مباخر الكبيرة، مرة جميلة. هذه كلها مباخر كبيرة. نجي للخشبيات هنا برضو حلوة. شايفين؟ شايفين؟ هذه حلوة، برطمانات كلها مرة جميلة، تعجبني البرطمانات، تنفع للمطابخ اللي عندها لون أحمر وخشابي، مرة جميل. طيب ناخذ هنا القسم هذا. شوف هذه الصحون، الصواني، هذه بردات القهوة. شوف الصحون هنا عندي، ايش رايكم في المحل؟ مرة جميل صح؟ هذول كلهم صواني، هذه صواني رمضان، شوفوا احلاهم. شوفوا هذه الصواني، حبيتها للشاي، مرة جميل. قهوة في منها مدور، شايفينها مدور؟
كم سعرها؟ 150 ريال. الخشبيات معروفة غالية بس مرة جميل. هذه طبعا بردات الشاي. شايفين الأحمر؟ هذا برد الأحمر. إيش رأيك فيه بالله؟ مرة جميل. هذه تبع الأكواب، قاعدة الأكواب. قطعة جبن، هذا قطعة جبن. شوفي هذا مرة عجبتني حركات للعيد. شايفين مرة في ألوان منها توزيعات العيد. شوفوا أحلاها. هذه كلها قسم خشبيات. هذه العلب، شايفين علب المناديل. حركات صح؟ دايما بوريك الأشياء المختلفة. شوفي هذا برضو حلو. ده الفطار برضو، جبن، زعتر، زيت. أشياء حلوة بصراحة. شوفي هذا ثاني، سعرها كم؟ 11 ريال. شوفي هذا مكسرات، حتى نصام مكسرات فيه، ممكن شموع، ممكن أشياء زي كده. هنا أكياس. هذه الأكياس وهذه الصواني. هذه مفارش الصفرة. شوفي أنا يعجبني اللون هذا، أنا أحمر. لا أهو. هذه مرة جميلة. هذا شوفي الأحمر. طبعا هذا كل القسم الخاص، صواني الخاص. نطلع فوق ونوريكم. يلا خلوكم معايا، نطلع فوق نوريكم القسم اللي فوق. بسم الله. شايفين الركنية هذه مرة جميلة. شايفين؟ شوفي حركة الفازة عليها، هذه مرة حبيتها. هذه هذه السجادة مرة جميلة عجبتني، بس حبيت هذيك مرة عجبتني، مرة شكلها مرة روعة. شوفوا هذا طبعا هذا قسم العروض. شوف السكاكين، في منها مقاسات صغيرة كبيرة. هذه الورود، قسم الورود. شايفين؟ ايش رايكم؟ بس سعر 23. هذه قسم العروض. هذا كله الزرع. شايفين احلاها؟ الزرع كله مرة جميل. شوف السجادة هذه مرة جميلة عجبتني برضه، حلو. هذه كلها زرع. شوف بعد،
تتفرجوا معايا على جمال الورد يا ناس. شايفين؟ شايفين هذا كله ورد، قسم الورد. وهنا الزرع. شايفين هذا كله قسم الزرع. هنا السجاد، شايفين؟ شوفوا كيف السجادة طويلة، مرة حلوة هذه، شوفوا. شايفين هذه ما طولها؟ مرة جميلة. طولة الصفرة هذه حلوة. مرة عجبتنا. شوفوا هنا السجاد. شوفوا هنا السجاد برضه. شوفوا هذه أحلاها. مرة عجبتني. كان ب50 ريال. شايفين؟ هذه تعليقات في الحيطة. شايفين؟ شايفين قسم هذا هذا كله زرع. نبدأ من هنا. شايفين قسم الزرع كله، هذا كله قسم الزرع. اللي حابة الزرعات مرة جميل، طبعا صناعي كله. شايفين أحلى الجنة. هذا كله قسم الزرع. شايفين؟ نيجي هنا، نبدأ من هنا. هذا شايفين؟ ايش رأيكم؟ هذا مذهب مرة جميل. شايفين هذا؟ ايش رايك في هذه الورد؟ تعليقات، كل هذه تعليقات. شوف هذه مرة جميلة، 11 ريال. شوف الزرع هذا مرة جميل برضه في المطبخ، مرة جميل حلو. شوف هذه على 69 ريال، هذه الصغيرة على 31 ريال. شايفين هذه مرة جميلة عجبتني. شوفي ما أحلاها. ترى هذه مشبوكة هي لوحديها، لازقة فيها. شايفين مرة جميلة. كاسة. شوفي الكاسات هذه مرة جميلة. شوفي هذا مرة جميلة. شوفي هنا
الزرعات اللي بتحب، ما صنيت القهوة كده، تحط زرعة جميلة كده مع شموع مرة جميلة. شايفين هذا الزرع؟ خلصنا القسم اللي هنا، نيجي هنا. حبيت هذه مرة جميلة، شايفين هذه مرة جميلة، منورة كمان. شايفين هي الحطب كده كأنها بتشغل نار حطب، حبيت الفكرة. شايفين تحط فيه ورد، شايفين الورد محلى يجنن كده مدور، وتحطيه هنا بس جواها. شايفين مرة جميل، حلو مرة. شايفينه في منه أصفر، في منه أخضر أبيض، هذه كلها شايفينها. كل هالزرعات اللي بتحب الزرع طبعا تيجي هنا، مرة جميل. شايفين مرة جميل بصراحة، حبيت بصراحة. شايفين ما أحلى هذه كلها زرعات، شايفين أول هنا كذا 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 كلها زرعات. نشوف أسعارها كيف، حاطين عليها أسعار. شايفين هذا نفس شجرة الليمون، مرة جميلة عجبتني. شايفين نفس شجرة الليمون، شايفين أحلاها تجنن صح. عملت تغطية مرة جميلة، هذا طبعا للسفرة، مناديل السفرة. اللي بتحب مناديل السفرة تيجي هنا، مرة جميل، في أشياء حلوة وألوانهم مرة جميلة. شوفي هذا الموف، شوفي هذا السادة، شوفي العلب المناديل مرة يجنن. شوفي الصغير طبعا، ديكور الحمام، الله يكرمكم الحمام، مناديل في الصالة، اشي مرة جميل. هذه كلها علب مناديل، شايفة العلب، هذه كلها هذا المناديل. شوفي هنا برضو علب المناديل بس أصفر هنا. شوفي هذه مرة جميلة، هذه كلها علب مناديل. شوفي علب المناديل صغيرة، هذه ب11 ريال. شايفين؟ شوفي هذه، هذه حلوة، هذه كلها علب مناديل. هذه فواحات، شايفين فواحات، فواحات هذه كلها. وهنا طبعا حجر، هنا الخدديات، هذه كلها خدديات. هذه الشمعدانات، هذه حق المكياج للأرواج، ستاندات طبعا، هذه الخدديات كلها. لقيت لك يا
حلو لقيتها يا ميسة، اهم لقيتها رجعت تاني. شايفة هاخذ لك اياها اليوم، يلا. شايفة لقيتها يا ميسة هنا عندي، كل هذه فروة. استنى احنا نوريكم واحدة واحدة، انا اعشق الفرو يا ناس. شوفي هذه واحدة، هذه فروة، ايش رايكم فيها؟ مرة جميلة. طيب في عندك هنا، وعندك هذه فروة، هذه كلها فروة. في عندك اسود، وفي عندك الابيض مع الذهب. شوفي هذه قسم كله، ها شوفي الفرو اللي بيحب الفرو. هذه خدديات، هذه كلها خدديات، والفرو تحت هذا الكبير، الفرو الكبير. طبعا هنا ألعاب، ألعاب، هذه كلها ألعاب. ألعاب أطفال، تعالي شوفي هذا، عجبتني هذه التعليقة برضو، مرة جميلة. شوفين مرة جميلة، بتحط الشمعدان عليها، حلوة تعليقة في الحيطة برضو. هذه تعليقة، شايفين أحلاها، شايفين مرة جميلة. هذه كلها تعليقة. هذه طبعا الصبانات، هنا الساعات، شايفين الساعات. هذه علب المناديل طبعا اللي وريتكم اياها. هذه الساعات مرة جميلة، هذه طبعا التعليق، هذه كلها تعليقات. هذه الساعات، شوف أشكال وألوان تلاقوا الساعات، مرة جميلة بصراحة. شوفي هذه حبيتها، هذه كلها ساعات. طبعا هذه إيش، مفرش قماش. شوف المفارش اللي تبغى اللون هذا، مرة يجي جنن. هذا اللي بقولك عليه اللي بحبه أنا للمطبخ، مفارش. طبعا هذا فوحات، هذه كلها فوحات. هذه الإضاءة تبع رمضان الأطفال الصغيرة. شوفي هذا الكتاب مرة جميل، شوفي حبيت هذا تصميمه، مرة جميل. هذه كلها كتب. طبعا هنا الألعاب، شفت الكتاب مرة جميل. هذه كلها كتب مفتوحة بس مرة. هذا طبعا الخرفان هنا، هذا الخرفان، وهذه ألعاب للأطفال. شوفي هذه برضو حلوة، هذا الخرفان، هذا الشموع برضو، هذه السبوتة مرة عجبتني. شوفي سبوتة سعرها كام؟ 25 ريال، مرة حلو. هذه شموع، ندخل قسم الشموع، شوف الشموع، اللي يحب الشموع يجي هنا. اوكي طبعا انا عشق شموع، شايفين أسعارها مرة جميلة. هذا الشموع شايفين سعرها كيف، 11 ريال، مرة جميل. شوفي هنا برضو الدائرة ب5 ريال، في ب11، هذه ب11،
هذه كلها شموع، في المدور، الشموع المدورة. ندخل على الشموع، شايفين الشموع؟ طبعا هذه بريحة، شايفين هذه بريحة، سعرها 23 ريال. عندك ألوان وأشكال، شوفوا هنا شموع برضه، شوفوا هذه الكبير اللي تبغى كبيرة في الصالة تحطها، هذه بفتلتين، شايفين كم سعرها؟ ب11 ريال. شايفين ما أحلاها؟ هذه كلها شموع، قسم الشموع، الريحة تجنن. وهنا شايفة قسم الشموع، هذه كلها قسم الشموع. حركات، هذه مرة جميلة، الله مرة روعة. شوفي شوفي الكبيرة مرة حلوة، هذه بحجر ترى، شمع بطارية، شايفين مرة حلوة، كلها قسم الشموع. شايفين نبدأ بالقسم اللي هنا، طبعا يلا راح أورجيكم أشياء بتجنن. هذه تعليقات، شايفين تعليقات، هذه كلها تعليقات الحيطة، إيش رأيكم فيها؟ تجنن صح. هذه ب120 التعليقة، هذه ب80، هذه ب80 ريال. شايفين شايفين هذولا اللي قلت لكم عليهم مصحون، مرة تعليقات حلوة. ها شايفين هذه مرايات، وهذه شايفين هذه مرة شكلها جميل، هذه مرة حلوة. شايفين الحيطة، هذه كلها لوحات اللي تحت، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا الله. شايفين هذه كلها تعليقات، ايش رايكم في التعليقات؟ بس هنا شايفين، وهذه لوحات، هذه كلها تعليقات. وهذه الساعة حبيت هذه التعليقة، مرة جميلة برضه، شايفين ايش رأيكم فيها؟ وهنا كلمة يا الله، مرة جميلة. حبيت هذه، شايفين هذه من أحلام، مرة جميلة صح؟ حلو مرة. شوفي هذه، شايفين هذه؟ شفت كيف أنا قصدي؟ هنا هذه برا الشاي، وهنا الكوباية، تعملي طقم، أنت بإمكانك تعملي طقم. وهنا حركات، هذه حبيتها، حبة العصير مرة جميلة، روعة. شوف الطاولة هنا، مرة الطاولة، شوف المفرش، حبيت المفرش. شوف الصحون، اللبادة، شوف اللبادة، مرة جميلة اللبادة. وهذا الصحن لازم يبقى غامق، وإشي حاجة فاتحة تفتحه، شايفين؟ حبيت الحركة هذه، مرة جميلة. وهنا هذه الشموع، هذا هنا القسم اللي هنا، شايفين؟ طبعاً حبيت هذه حقت العصير، شايفة؟ تحطيها في بار، في إشي، مرة جميل. حبيتها مرة جميلة هي، والثانية هذه مرة طبعا. يلا نبدأ في القسم اللي هنا، شوفي هذه كلها تعليقات، مرة جميلة، ايش رأيكم بالله؟ اللي حق ان نهوس، انا عشق التحف بصراحة، حطوني في التحف. الله يكرمني ان شاء الله في بيت ملك، الواحد يفنن فيه ان شاء الله.
دعواتكم لي بس بالتوفيق. شايفين؟ شايفين أحلى الجناسة هنا؟ شايفين ما أحلى هنا المرايات؟ وهذا الزرعات اللي هنا شايفين ما أحلى. هذه الزرع هذه طبيعي، هذا طبيعي، هذا شجر طبيعي مرة جميل، هذا عجبتني مرة. وهذه طبيعي، هذا اللي هنا طبيعي، هذا اللي هنا كله طبيعي. شايفين أحلى وعلى 17 ريال، هذا على 17 ريال والله حلو جميل. شوفي هذه ما أحلاها، تجنن شكلها مرة جميلة. شايفين ما أحلى؟ طبعا هذا القسم احنا أنا وريتكم إياه. هذا إيش؟ هذا ستاندات، ستاندات للصحون. شايفين؟ طبعا هنا الفواحات، هنا طبعا حقة القهوة، الكافي كورنر. بدك تعملي كافي كورنر تاخدي الطاولات مرة جميلة. شايفين ما أحلاها؟ مرة حلو. شايفين ما أحلاها القسم هذا؟ مرة جميل. هذه كلها الطاولات، شايفين الطاولات مرة جميلة الطاولات. حبيتها هذه مرة، حبيتها حبيتها. شايفين أحلاها؟ للعصير كأنك قاعدة في شاليه مرة على البحر. استودعت الله كده، خلصنا جولتنا في المحل، القسم اللي تحت والقسم اللي هنا فوق. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا في الجولة. صح اني طولت عليكم، بس لا تنسوني في الاشتراك واللايكات. ان شاء الله في تغطيات كثيرة جاية ان شاء الله بمشيئة الله، ويا ريت اللي يحضر يحضر لآخر الفيديو. معكم ونراكم ان شاء الله في فيديو ثاني، معكم تيتشر منى المعلم المبتكر، والى اللقاء في فيديو قادم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا في الجولة اليوم. بصراحة حبيت اوريكم الديكورات والتحف، لاني انا اعشق التحف والديكورات بصراحة. ودعواتكم لي بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب يا كريم. استودعت الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيتشر منى. لا تنسونا في الاشتراك واللايكات، بالتوفيق للجميع.